احبابي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. سمحوا لي على هذا الغياب الطويل لان كانت عندي ظروف صحيه، وانا رجعت لكم من جديد. جينا دابا لمدينه الرباط وجيت نشارك معكم الاجواء ديال المدينه، الجو فيها جد رائع، وانتم معايا فيما مشيت راه غنديكم معايا. المهم حنا دابا غادي نهبطين لواد ابي رقراق، جينا بغينا نصوروا لكم الضريح محمد الخامس. بغيتنا انا فايت لي جيت ليه شحال من مره، ولكن دابا بغيت نصوروا نبارطاجي معكم، ولكن لقيتهم سادين. بغيت غير نوريكم المآثر اللي فيه والمعالم التاريخيه ديال البلاد ديالنا، ولكن لقيتهم مسدود. ماشي مشكل، المره الجايه ان شاء الله ونرجع لمدينه الرباط ونصور لكم الضريح. المهم انتوما معايا. المهم احبابي حنا دابا في مارينا، ما بين جينا الواد اللي ما بين سلا والرباط، غادي نقطعوا في الواد غنطلعوا الفلوكه وغتشوفوا معنا الاجواء ديال مارينا وهانتوما معنا. المهم حنا دابا غادي هذا الفليك وغادي نسولو مول هذا الثمن شحال. خويا شحال الثمن؟ خويا شحال الثمن ديال باش الا بغينا نقطعوا السلا؟ الساره ولا تقطعوا السلا؟ المهم الاثمنه ديال الفلوكه اللي بغى يقطع واللي بغى يتسارى، كيف ما كتشوفوا معايا راه الاثمنه راه واضحه. وانتم معايا غندخلوا دابا الفلوكه وغنقطعوا وغنخليكم مع الجو ديال الواد. كما كتشوفوا معايا اخوتي دابا حنا راه قطعنا من الفلوكه ما بين الرباط وصلة، ودابا حنا جينا المارينا باش تشوفوا معنا الاجواء ديال المارينا. راه واحد فيها واحد الهدوء وواحد الراحه النفسيه اللي هي زوينه. المهم بالنسبه للناس اللي بغيو يبدلوا الجو يجيو لهاد البلاصه، راه زوينه بزاف، واحد الهدوء نفسي زوين، وفيها واحد المقاهي وفيها مطاعم اللي هما زوينين. المهم هانتوما معنا. جينا من واد ابي رقراق جينا نتغداو انا وخويا، ودابا غادي نتغداو وغنمشيو نديرو واحد الدوره في قصبه الودايه وانتوما معنا. من بعد ما تغدينا دابا جينا لباب الحد، جينا نتسراو شويه في هذا الباب ديال الحد. كيف ما كتشوفوا معايا فيه صناعه تقليديه، في اي حاجه بغيتوها تقدروا تلقاوها في هذا السوق. انا عجبني هاد باب الحد، عجبني بزاف. المهم الناس اللي بغاو يتقداو هادشي ديال المآثر التاريخيه وهادشي اللي كيعجبهم، هادشي ديال لي طابلو، المهم انا هادشي عجبني بزاف. دابا حنا غنمشيو للودايه كيف ما كتشوفوا معنا، واي بلاصه راه مشينا ليها غنديوكم معنا وخليكم معنا.
جينا من باب الحد، جينا لقصبة الودايه. الناس اللي ما عمرهم ما جاوا للقصبة ديال الودايه غنبارطاجي معكم الاجواء ديال الودايه كيفاش داير. المهم راه القصبة ديال الودايه هي زوينه بزاف، فيها واحد الطبيعه اللي هي زوينه وواحد المآثر تاريخيه، وخليكم معايا. كيف ما كتشوفوا معايا اخوتي، حنا دابا غادي ندخلوا لقصبة الودايه من الداخل. كيف ما كتشوفوا النقش ديال الباب كيفاش داير وكيفاش مخدوم، والجو ديال 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 هذا ديال الرباط هو زوين بزاف. وكنصحكم تجيو الى جيتوا الرباط، جيو لهاد القصبة الودايه تشوفوا الجو ديالها كيفاش داير من الداخل. وانتم معايا كيف ما كتشوفوا معايا، حنا دابا جينا للقصبة من الداخل، دخلنا لهاد الزناقي. فكروني غير في مدينة شفشاون، حتى هما عندهم زناقي مصبوغين بالزرق، كيعطيو واحد المنظر واحد الجو اللي هو رائع هنا في هاد القصبة من الداخل. ومهم اللي جاي يزور هاد البلاصة، هادي زوينة بزاف. كيف ما كتشوفوا معايا هنا راه الزناقي هنا زوينين بزاف ونقيين، والجو في مدينة الرباط جد رائع. وفي اي بلاصة مشيتي كتلقى بزاف ديال النقاء، والناس يعني الناس ظريفين، الله يعمرها دار، ومتحضرين ومؤدبين. المهم كنصح اللي ما جاش زار هاد المدينة ديال الرباط يجي ليها، راه زوينة بزاف، فيها مناظر زوينين، مآثر تاريخية زوينين. كنصح اي واحد يجي لهاد المدينة. والمهم انتم معايا، غنخليكم معايا، مازال غادي نوريكم بلايص زوينين بزاف، اي بلاصة غنبارطاجيها معاكم. ونخليكم مع هاد المناظر وهاد الجو الرائع اللي هو زوين، وهانتوما معانا. كيف ما كتشوفوا معايا اخوتي، حنا دابا وصلنا لنهايه البلوغ. كنتمنى البلوغ ديال اليوم يعجبكم، الا عجبكم خليوا لي في لي كومونتير كيفاش جاكم البلوغ، وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش تكليكيو على زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. ومهم كنتهلاو في يوسفكم، وباي باي لكم، باي باي.